أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معانا يا جماعة مروحة، مروحة استاند أفشة. طبعا الأكس بتاعها زي ما احنا شايفين ماسك جامد جدا. شفتها أنا على السيريال، شغالة سيريال. طب دي نعمل لها إيه؟ لازم تتفك يا جماعة ونفك قفشتها ونشوف ايه اللي قفشها كده. اهو زي ما احنا شايفين كده اهو، وهنفك ايه الركبة بتاعتها اهو، وبعدين كده اهو. اهو يا جماعة نفك المسمار اللي ماسكها من ورا ده كده، اللي هو ماسك في الموتور اهو زي ما احنا شايفين. وهنخرجها اهي عشان نعرف نتحكم في الموتور اهي يا جماعه اهو كده. ونفك المسامير، مربوطه باربع مسامير يا جماعه. ادي اول مسمار بصاموله، هنفكه كده ونشوفه. نفكهم كلهم طبعا اهو اهو. اهو يا جماعة نكمل يا جماعة في المسامير دي اهي كده. نكمل يا جماعة كده فك المسامير الدمنية هي اللي قفشة يا جماعة. طبعا نحاول نديها ايه اي مادة، اي مادة يا جماعة الايه عشان نفك القفشة بتاعتها اهي كده اهو كده. نحاول اهو نديها شوية من فوق اهو اهو يا جماعة. لا يا جماعة دي مش عايزة قفشة، دي عايزة تتشال الجلبة كلها. انا هفك الوش ده كده اهو ونغير الجلبة. الجلبة بدل ماسكة كده اهو اهو يا جماعة كده. هنفك الجلبة كلها اهي، ادي الجلبة اهي، الجلبة قفشة خالص. طبعا بالزرادية كده بنحاول نطلعها اهي اهي يا جماعة اهي الجلبة اهي. طبعا الأحسن زي ما احنا شايفين كده بصوا يا جماعة، مطرح الجلبة متاكلة شوية، فيها زي مبرد كده متاكلة. كل ده يا جماعة لازم يتنعم عشان ما يبوظش الجلبة الجديدة اهو كده اهو. للأسف لو انا سبتها كده هتبوظ الجلبة الجديدة. صنفرة يا جماعة ناعمة اهي زي ما احنا شايفين اهي، صنفرة ناعمة وناعمة جدا كمان عشان اقدر انعم الاكس ده او اغيره اهي يا جماعة كده
كده كده يا جماعه نعم الحمد لله. مش عايز اعمله انا زي المبرد عشان ياكل في الجلبه وتبوظ تاني. اهو كده اهو اهو تمام كده اهو. اجيب انا بقى جلبه يا جماعه وارجع لكم تاني. اهو يا جماعه جبت الجلبه الجديده وهنركبها. اهو يا جماعه جبنا الوش اهو، وادي الجلبه هنحطها كده اهو، وهنجيب السوسته دي ونحطها كده اهو. طيب نجيب ايه حاجه وارجع تاني. اهو يا جماعه انا جبت بس لباد اهو علشان يعني نحط له زيت ويحتفظ بالزيت اهو، ده عشان نديله زيت ان شاء الله ويفضل ينز زيت، بنسموه اهل الصنعه النزناز اهو. نجيب السوسته اهي اللي هتضغط على الجلبه، وبعدين نحط الوش ده كله اهو يا جماعه، وهنحط الوش ده على الجلبه بالسلك بالنزناز، بيسموه نزناز لانه بينز زيت على الجلبه ويقوم بتبريدها تملي اهو يا جماعه كده اهو. هنجيب بعد كده ندخل الثلاث سنون دولك ونتنيهم كده على الوش بتاع المروحه اهو يا جماعه كده، وادي بمفك عاده كده اهو اهو يا جماعه اهو، والثانيه نفس الحكايه، الثالثه بقى نعدل الجلبه، والثالثه اهو كده يا جماعه اهو نعملها كده، وبعدين نروح تانيينها عليها كده كده تمام. بعد كده ندق عليها اهو عشان نكمل تتركب كويس كده. الحمد لله اتركبت، نديها بقى شوية زيت اهو يا جماعة، نديها شوية زيت كده ونركبها يا جماعة كده اهو. وندي شوية زيت كده في الايه من تحت في الجلبة القديمة. طبعا الجلبة نجيب البوبينة كده، نشوف البوبينة دي برضو اهو يا جماعة، نديها برضو بس هي كويسة، بس انا برضو ايه انضفها بس اهو، ونديها شوية زيت اهو، ونسقط اهو بيلف كويس، وندي دي كمان الاكس دوك اهو كده، نديله شوية زيت اهو اهو، وندي دي كمان شوية زيت طبعا، وده كده نلبسها اهي يا جماعة بسم الله، ونرجع نركب له بقى ايه الاربع مسامير اهو كده اهو. اهو كده معلش يا جماعه ارجع لكم تاني عشان ما اطولش الفيديو، اركب المسامير وارجع لكم. خلاص يا جماعه ركبنا الاربع مسامير، هنرجع نركب الماتور كله على القاعده او الركبه اللي هي بتاعت المروحه العمود. طبعا هنجيب بقى المسامير، ادي مسمار اهو، ونثبت الاكس اهو، نثبت الاكس بتاع الموتور دوت على
الركبة. طبعا نرجع الدراع ده اهو، ده الدراع ده يا جماعة اهو كده، نرجعه برضو لإيه؟ عشان تلف شمال ويمين، ليها مسمار زي ما احنا شايفين كده اهو يا جماعة اهو، نربطه بيها. طبعا نضرب ضربة كده على ايه الاكس، عشان لو كان اهو اهو يا جماعة كده اهو، ونرجع نركب المسمار دوك، لان ده اللي هيثبت يا جماعة المروحة، اللي هيثبت المروحة، لولا ده المروحة تلف على الفاضي، لان المروحة مشقوقة زي ما احنا شايفين كده اهو، فيها شق اهو كده، ده المروحة بتدخل وتروح الشق ده، الشق ده يجي هنا وهنا، فالمروحة تلف. طبعا هي كده ان شاء الله تكون اشتغلت، مش فيها اي مشكلة تانية. اهي يا جماعة كده نحط بقى الكهرباء ونشوف ايه اللي هيحصل. اشتغلت بس برضو لسه فيها شغل، نفكها ونشوفها. فتحت يا جماعة المروحة ما مليتهاش شغالة، اكتشفت ان في سلك هنا بايظ او فاصل، فردتين اهم اهو، وادي التانية ها يا جماعة اهو كده، وهنجيب حتة سلك رفيعة ونلحمها بيها اهو كده يا جماعة. معلش انا هنلحم السلكة دي والسلكة دي، معلش يا جماعة هنلحمها وارجع لكم تاني عشان كده مش شايف اهو يا جماعة. الحمد لله لقينا سلكة ولحمناها هوك، وهنقفل عشان قفلناها قبل كده قدامكم، هنقفلها تاني مرة اهو كده، ونشوف ان شاء الله تشتغل باذن الله. الحمد لله يا جماعة اشتغلت المروحة اهي زي ما احنا شايفين، وشغالة مية مية اهو، فاضل بس على فكرة يما يعني صاحبها جايبها كده زي ما هي، وجابها لي كده يا دوبة، دي مش جايب بقية حاجات، يا دوبة جايبها لي بايه؟ بالريشة بتاعتها. الحمد لله كانت في سلكة اتقطعت، ما كانتش في الحسبان، كانت جايبها صاحبها كان جايبها مزنوقة، والحمد لله عملها له، هنديها له، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.